مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. سألوني يمكن في الكومنتس أكثر من واحد عن كيف نحصل على الفيزا الكندية، شو الأوراق المطلوبة، شو النصائح، إمتى ممكن يرفضونا، يمكن ممكن يوافقوا علينا. طبعا أسئلة كثيرة وحابة أجاوب لكم إياها بأسرع وقت، رح يكون الفيديو طويل اعذروني، أنا حضرت بعض الملفات. خليكم معاي بعد الفاصل حكي لكم عن كل شيء. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. زي ما حكينا إحنا في المقدمة إنكم ممكن تستشيروا مستشار هجرة أو مستشار فيز عشان يساعدكم في هذا الشيء. مكتب عمرو أحد المكاتب المضمونة اللي ممكن تستشيروها عشان تقدموا للفيز، وراح أكيد يساعدكم في موضوع الفيز لأنه فيز شوية تريكي، فيها تيبس لازم تنتبهوا لها. خلينا نحكي بشكل عام شو الأوراق المطلوبة. الورقة الأولى، أول شيء بدك تحجز موعد، هاي لازم تسويها أونلاين في الفيزا سنتر تبعك. الشغلة الثانية إنك تدفع المبالغ اللي مطلوبة منك دفعها، عادة بتكون حوالي 100 وإشي دولار كندي. الشغلة ممكن تدفعها أونلاين. الشغلة الثالثة وهي المهمة إنك تعبي طلب اسمه IMM 5883، اللي هو معلومات عنك، وين درست، شو اسمك، وين عنوانك، شو بتشتغل، كل هاي الأمور. بعدين الشغلة الرابعة تعبي طلب عن عائلتك اسمه IMM 5707. هذا بحكي عن زوجتك وأبنائك وأمك وأختك وأخوك وأزواجهم، يمكن يطلب منك يعني عن العائلة بشكل عام. بعدين بدك تحضر أوراق، منها الرابعة احنا نسخة او الخامسة، نسخة عن جواز السفر اللي معك، لازم يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ دخولك اللي رح يكون على كندا. النقطة اللي بعدها نسخة من التأشيرات السابقة، كل ما كان عندك تأشيرات خاصة التأشيرة الامريكية والشنغن تبعت اوروبا بكون افضل شيء. اذا عندك تأشيرات لدول اخرى بكون ممتاز، بس هدول احسن تأشيرتين ممكن يدعموا طلبك. اللي بعدها اللي اذا عندك واحد كندي في كندا وعند بعت لك شهادة اسمها invitation letter، هل لا تضمن، بدي احكيها، لا تضمن انهم وافقوا لك، قد يكون اخوك، قد يكون ابن عمك، قد يكون صديقك، لا يضمن هذه اعطائك الفيزا، لكن قد يساعدك ويمكن يحكي انه تسكن عنده. لازم شغلتين يحط فيها جواز سفره، تصريح الضريبي، وهي الشغلة اللي كتير كنديين ما بحبوا يعطوها. إذا ما بدك تسكن عند واحد لازم يكون عندك حجز فندقي مثبت، حجز فندقي مثبت أو حجوز فندقية حسب المدن بدك تروحها، لازم تكون مثبتة وغير قابلة للتغيير. بعدين شهادة التأمين من الضمان الاجتماعي في بلدك، شهادة التأمين من الضمان الاجتماعي. اللي بعدها شهادة راتب من عملك، لازم تكون هاي الشهادة مترجمة بالإنجليزي، ما قدروا يعطوك إياها بالإنجليزي. بعدين شهادة أو رسالة من البنك بمدخراتك وإيداعاتك وسحوباتك لآخر 3 أشهر بطلبوها، فلازم يكون عندك مبلغ كافي. المبلغ ما في مبلغ معين يا جماعة قديش لازم يكون عندك، بس لازم إشي يكفيك، يعني ما تحط لي 10,000، نحكي بالدولار، خلينا نحكي بالدولار، ما تيجي تقول والله أنا بدي أروح، أنا حابب أحكي أعمل زيارة لمدة 6 أشهر أو 3 أشهر، نحكي هذا الأفريج الناس بتروح عليه، بدي أروح 3 أشهر. قديش 3 أشهر بكلفوك في كندا؟ بكلفوك حوالي 10,000 ل 15,000 دولار إذا أنت سائح. بتروح حطت لي 2,000 دولار في حسابك، أكيد أكيد ما حيوافقوا لك، أوكي؟ وما في داعي إنك تحط مبالغ كتيرة هيك فجأة، لأنه راح تبين إنك ماخذها من مكان. خلي الموضوع سموث، يعني أنا بحكي 10-15 ألف دولار بكفي، إذا عندك كمان 10,000 زيادة في البنك 20-25 ألف، بكون هذا متوسط، هذا إشي طبيعي، لأنه بده يقول لك أوكي أنت معك 15 ألف، أنت مستحيل إنك تصرفهم كلهم تقعد على الصفر يعني في 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 بلدك، فلازم يكون عندك شوية مدخرات.
فالمبلغ هذا مهم. إذا عندك المبلغ بالعملة الصعبة بيكون كويس، إذا عندك في المحلية هم بحاولوا. قد يطلبوا منك شهادة ميلاد فيك، وإذا أنت متزوج وعقد زواج، إذا زوجتك جاي معك أو مش جاي معك راح يطلبوا عقد الزواج، لأنه هذا يعتبر سبب إنك ترجع لبلدك. إذا عندك إثباتات ملكية أو لأشياء مثلا أراضي، بيوت، شركات، سيارة، كلها بترفقها في الموضوع، وبتكتب رسالة أنت باللغة الإنجليزية الأفضل إنك ليش رايح سياحة وشو الأماكن بدك تزورها. بتقول I would like to visit Canada, I've heard a lot about Canada. سمعت كتير the beauty, the nature, the people، أشياء زي هيك، وحابب أزورها لمدة مثلا 3 أشهر. راح أزور I will visit Niagara Falls, Toronto area، مثلا أوتاوا، كيبيك سيتي، مونتريال. اعمل تقريبا خطة هيك، نيو برونزويك، نوفا سكوشيا. راح ينبسطوا انك كاتب شغلة اكسبلانيشن في الاماكن هاي، راح اكون تقريبا مدة كذا كذا. اذا بتقدر تحكي الاشياء السبيسيفيك، مثلا نياجرا فولز، تورونو، مثلا سي ان تاورز اللي كان، اكتب اشي عنه هيك ببين انك عامل ريسيرش على الموضوع. وطبعا هاي اهم الاوراق اللي لازم تقدمها عشان تحصل للفيزا. الان بدنا نحكي عن بعض النصائح المهمة للحصول على الفيزا. اهم النصائح، النصيحة الاولى انك تقدم الملف كامل، ما تخلي فراغات ولا اشياء مفقودة، في خاصة الفايل اللي انت معبيه، الملف لازم يكون كامل. شغلة اثنين، كل المعلومات حقيقية، اي معلومات مزورة لا سمح الله قد تؤدي بالملف للرفض، ولا سمح الله عرفوا بأي وقت ممكن يرفضوا لك الفيزا حتى قبل ما تدخل كندا. الكشف الحساب البنكي اللي الناس كتير بتتلاعب فيه لازم يكون صحيح، لا نشجع على التزوير فيه لأنه هذا شيء مخالف للقانون. النقطة اللي بعدها، المبلغ المالي زي ما حكينا لازم يكون متماشي مع راتبك ومدة الإقامة في كندا، ويكون عندك وافي أو زيادة فيه، فما يكون المبلغ قليل جدا ولا مبالغ فيه. بعدها الحجز الفندقي، الحجز الفندقي لازم يكون مؤكد وليس قابل للغي، إنه من هدول booking.com. النقطة اللي بعدها أو الرابعة الخامسة، إنه يكون عندك تأشيرات سابقة، هذا بدعم كتير طلبك، خاصة تأشيرة الشنغن وتأشيرة أمريكا. النصيحة الأخيرة، إنه يكون عندك ما يثبت إنك ستعود إلى البلد. هذه دائما بيسألوها، شو أنا ضمانتي إنك رح ترجع لدولتك. فإذا أنت متزوج ضمانتك زوجتك وأبنائك، إذا أنت عندك شركة مثلا هذا حيساعدك كثير، إذا عندك مثلا أموال مؤجرة أو بيوت مؤجرة بتجيب هذا الشيء، فأي شيء يثبت إنك حترجع على بلدك، موظف حكومي مثلا، كل هاي الأشياء قد تفيدك. طبعا السؤال اللي بعده أو السؤال الأخير، شو أسباب رفض الفيزا؟ أسباب رفض الفيزا تعود للأوفيسرز أو المدقق في الفيزا كونسلت أو القسم القنصلي، هو الوحيد اللي بيحكي لك شو سبب الفيزا. لكن بشكل عام، أول إشي إنه أنت مش قادر، ملفك مش مكتمل، هذه واحدة من أسباب رفض الفيزا. اثنين، إنه ما في عندك أي أسباب للعودة إلى بلدك. رقم ثلاث، خاصة إذا بلدك مش آمن أو وضعك مش آمن، هذا بيشككهم ليش أنت بدك تحصل على الفيزا. رقم أربعة، إنه المبالغ اللي معك غير كافية أو طريقة إيداعها كانت فيها شك. رقم خمسة، فترة عملك مش كافية، يعني أنت ما إلك غير مثلا 6 أشهر بتشتغل، من وين جبت هاي الفلوس؟ أو اللي هي عدم السفر لأي دولة في العالم، أول دولة بدك تروحها كندا، قد يؤدي إلى رفض الفيزا. الروابط، يعني إذا أنت ما عندك أم أو ما عندك زوجة في الدولة، الأم اللي هي اللي أنت طالع منها، قد يؤدي إلى رفض. نحكي من 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 أهم الشغلات، إنه يكون عندك فيز، إنك تكون مثلا سافرت على نحكي فرنسا، تركيا، ألمانيا، دول أوروبية، حصلت على فيز، مختم على جواز سفرك إنك مسافر عدة مرات خروج وعودة، أن يكون عندك المبالغ الكافية، يكون عندك عمل على الأقل 2 سنين. هاي كلها بتدفع راتبك يكون جيد، لأن الراتب السيء مثلا، إذا راتبك مثلا نحكي عن $300 $400
من وين بدك تجيب انك عشان تسافر وتشتري تذكرة وتشتري حجوزات وشغلات زي هيك، الا اذا كان عندك دخل من 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 اماكن ثانية، مثلا عندك شقق مؤجرة او اشي زي هيك، طبعا هذا بيساعدك. اذا عندك حساب بالعملة الاجنبية هذا بيساعدك، بعطيهم انديكيشن انك انت زلمة منفتح وعندك انك عم بتسافر، فعشان هيك بتحتاج العملة الاجنبية. واكيد اللتر اللي حكيت عنها انا سابقا راح تساعدك، لانه بتبين انك عامل ريسيرش، انت مش رايح بس على منطقة، عامل ريسيرش عن المدن والاماكن اللي فيها اشياء مهمة. و اخر اشي طبعا المتزوجين، لانه حظوظهم اكبر، خاصة اذا زوجاتهم بقيت في البلاد، انه راح يرجع عشان زوجته وابنائه. والاهم شغلة انك تقنع الاوفيسرز انك حترجع على بلدك. و يعني ما بعرف، حخليكم فيديو كليب هيك شفته عجبني عن موضوع الأوفيسرز والفيزا، احضروه راح تنبسطوا فيه. يلا يعطيكم العافية وسلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك.